معنا توا صاحب المحل بيع أسماك قاعدين نشوفه توا يقص في كعبة تن. خويا الغالي شنية الإقبال على الحوت؟ والله الحوت كيكة برا أخويا الزوالي نازل كان على الخضرة والسميد شاب الصف والسكر بالصف والحوت كما عادي بالكورونا ولا بلاش معناها ماشي واحدة واحدة معناها التونسي ما هوش وكال ولا ما هوش قادر يا أخي التونسي يحب يأكل كل شيء مع بعضه وكيفاش ما هوش وكال ماذا به يشري وحتى اللي كان قبل يشري بزوز كيلو بثلاثة كيلو ولا ياخو في كيلو ياخو فرطل خويا وعليه؟ عليه خويا خويا فهم عباد مافيات خويا ما عندهم فريقوات ياخذوا خويا يمشي لك للبورت ياخو بالجملة وغيره ما ياخوش فهمتني ويبيع هو على كيفه والتجار معناها الصغار ياخذوا من عنده هو ما عادش ولا ياخذ من البورت ديريكت يمشي لك هو عنده فريقوات ياخذك سلعة جملة خويا ويتحكم هو في الأسعار وعادي كنجل بعد 3-4 أيام يخرج لك ويحط لك السوم اللي يحب عليه هو. توا أنا قبليك حاضر لهنا نشوف توا حضرت لثلاثة ولا أربعة من الناس خذاو كان السردينة واحد خذا شوية تن أما أربعة خمسة أخرين خذاو كان السردينة شنو التونسي ما عادش قادر كان على السردينة ولا ذيك الظروف اللي يقدر عليها؟ والله هذيك هي ظروفه اللي يقدر عليها ما ماذا بيه ياخو قاروس ياخو ورقة ياخو صوب حاطب شي ياخو صوب يقول لك اعطيني كاعتين ثلاثة متعب شي زين متعب فايم جلبان ماذا بيه ياكل كل شيء هو اما الغالب كل واحد وجيبه كل واحد ظروفه كيفاش وشاء الله ربي يخلصوا حاله بالكورونا اخويا ومظهري كان الحوت باش يطيح كل يوم صوم كذب كل يوم صوم حتى قبل الكورونا كي عادي كما طول الأسواق وانتوما كتجار ارتفاع الأسواق وارتفاع الأسعار هذايا ما يسبب لكمش مشاكل أو يسبب لكم هربان للكليونات معناها هذاك هو الموجود هو كما الكليون يتشواك يجيب شيخ ونحن كيفش نسلع ونتشواه أخوه ثم برش عباد يسخيبوا الأسواق هذوما يتحكم فيهم الحوات اللي يبيع في حانوته لا يتحكم فيهم أخوه اللي قاعد ياخو بالجملة المتاع حوانته ومتاع للبرة هذوما يتابعوا طباعش مركي ونهار ومكا وخو هذيك هي هو جاي باش ياخذ طرف حوت اي يقول لك قدر وقدر اللي نقدر عليه نشريك هاو شو نعمل نعم والتونسي مازال يخلط على الحوت توا في وضع هذايا في الكورونا كل واحد وظروفه ثم اللي عايشين تحت السفر ثم اللي ما نجموش يخلصوا كراهم ثم اللي كانوا يخدموا في الديار وبطل انا واحده من الكنيس كنت نخدم في دار وقفت وحبست ما عادش نخدم أما الحمد لله وكا ونحمد ربي جاب ربي رجلي يخدم الحمد لله يا رب كيفاه الحوت تقضي كل يوم ولا كيفاه؟ لا مش كل يوم أنا عندي جمعتين ما خرجتش مش كل يوم لا نجي نشري خبز نشري اللي نقدر عليه أنا قبل في 3000 أعطيته مرات نعطيه 2500 اللي نقدر عليه نشري وكا والأسوام توا شنو رأيك فيه؟ والله غالية شوية الأسوام غالية بصراحة غالية بالنسبة للي نهار 20,000 بالنسبة للي يخدم كل يوم ما يوصلش راوي الأسوام هذيا ما توصلهوش وعنده عائلة فهمتني توانا الحمد لله يا ربي نحمد ربي يوكا رجلي يخدم معناتها رجلي يخدم في حكومي ما الحمد لله معناتها هيك تززينا باللي يا ربي لك الحمد في بالك توا أنا أول مرة من بدت الكورونا نسمع إنسان يقول الحمد لله الكلها تشكي وتبكي بالرسمي أول مرة لا نحمد ربي ديما حمد ربي على كل شيء ونحمد ربي حتى على المرض هذا زادة نحمد ربي على كل شيء ديما الإنسان يحمد ربي ويشد في ربي فهمتني لا على كل شيء حتى على المرض هذا يحمد ربي يحمد ربي ديما يحمد ربي الإنسان بالطبيعة ما يقولش ليه ما عنديش وما عنديش شدة في ربي وشنو نوع الحوت اللي باش تاخذه طوا والله يعني باش ناخذ قال لي نعطيك سردينة قلت له لي اعطيني هذاك المنغادي بلا بثلاثة آلاف اللي يجيبولي معنا واحد من مواطنين شاد صفته وبشيخ وطرف حوت خويا الغالي عسلامة نشوفوك شاد صف شيخ وطرف حوت شنية الأسوام شنية قدرة الشرائية التونسي كيفاش يعيش مع الحوت توا يا وكال ولا لا بالنسبة للتونسي تو حابسة معناتها كما يقولوا فاهم ثمش على قد المواطن يعني الحوت هكا تشوف فيه ديجا تو غالي
قبل لبسوهم توا لبسوه فهمت توا هذا. وتاخذ يوميا الحوت ولا كيفاه؟ تو بعد شوف قداش تو بالنسبه لتو ما نجموش واحد يشري طرف حوتان شوف في السردين ب 5500 فهمت الاسوام تراها معناها كاسحه شويه؟ كاسحه شويه بالنسبه للاسوام كاسحه شويه. واسباب شنو هي الاسباب؟ الاسباب والله ماني عارف الاسباب بالضبط شنو. احنا باش نعرفوا اسباب الغلاء هذا شويه معناها باش نسالوا صاحب المحل بطبيعته نحكيوا معاه وناخذوا فكره على الاسوام هذه وناخذوا فكره شامله على الحوت في بيريود الكورونا. قلت لك اخي ظروفنا طايبه على الاخر ما عندنا حتى حاجه باش نزيدوها. الاسوام ما كتشوف فيها غاليه ما هيش رخيصه بالنسبة للظروف متاعنا طيبة معنا حتى ظروف أخرى باش نحكي عليها. كان الفقر ما كنا الفقر كاو سامحني خويا اش قلت لي؟ كان واحد الآخر يلقط يخدم عامل يومي في المرمى واحد يخدم في 20,000 تو بالنسبة لتو واحد أنا قاعد بطال تمعونا باك المنحة نتاع 200,000 ما فهم شيء لا إعانة لا حد شيء. أنا حابسي واحد صاحب ثلاثة صغار وكاري لهنا نشوفوك جاي تاخذ في شويه حوت. هاي ها جيت جينا اول مره جيت هذي. وشنو هي اسوام الحوت توا وشنو هي في الوضع هذا؟ غالي شويه هكاك غالي فما الغالي فما به كل مره كل مره كيفاه. والتونسي تحسوا وكال في الحوت خاصه في الفتره هذه اللي هي معناها فيها تشدد كبير؟ لا في كل شيء فما برشا حاجات عن التوابل التوابل وكل شيء التوابل وكل شيء. معناه التونسي مازال يخلط على شويه حوت؟ لا قليل من اللي بدات هالحكايه هذه هني جيت اليوم برك ليه هني اليوم برك جيت جيت عاشت يا والتوابل كيما اللوبيا كيما واحد كانت ب 5,000 ولا 7,000 كل شيء طلعوا فيك التوابل الكل طلعوا فيها هذه يعني فما زياده في الاسعار في كل شيء ناخذوا فيها غالي شنو؟ كيما اللوبيا والحمص الكل هذيك قال لك ناخذوا فيها غالي احنا نغليوه 7,000. حاج نشوفوك جاي الحانوت حوت باش تاخذ شويه حوت؟ اي اي باش ناخذ 4 حوت. وكل يوم تاخذ حوت ولا كيفاه؟ لا لا بعد ساعات فهمتني يوم انا كثيرين ناخذ من حمد الدجاج لان حمد العدوش ما نجموش نخط عليه حمد العدوش ب 30,000 ما ناخذوش عليه فهمتني كانوا مره تعرف الدجاج كبت حوت هذيك هي الحكايه. والاسعار توا كيفاش تراها؟ والله بالنسبه لي انا ما نقضيش عندي المرأة هي اللي تقضي كل واحد كيفاش يبيع. المرأة كي تقضي ما تروح كي تروح ما تحكي لكش على الغلاء؟ لا تحكي لي مش ما تحكيليش ما هو معروف البطاطا معروفة بقديها والطماطم معروفة بقديها فهمتني ما نعرفش توا تحت ولا ما تحتش واحد يقول 1500 واحد يقول 1800 البطاطا الفلفل قالوا 1800 بطاطا طماطم بالنسبة للقضية أنا ما نقضيش. باهي نمشيو الأقل حاجة في الحوت اللي هي السردينة نشوفوا فيها ب 5,500 سردينة جيدة إيش رأيك؟ باهي إيش يعمل؟ يوم الخير ياخذ 5,500 ولا ياخذها بكري فهمتني؟ كل واحد وكل قدير وقدره. وأنت اليوم شنو نوع الحوت باش تاخذ؟ باش ناخذ سردينة 5,000 سردينة كاهو كيلو سردينة هيك هي الحكاية لا خاطر يمشي الواحد على حسب ظروفه. خبريه الانترنت تاعي انا 184 دينار كنت نخدم بالبلديه فهمتني حسبولي 12,000 و 12 سنه وثلاث شهور 12 سنه وثلاث شهور جوني منها 184 دينار 184 دينار بالله ونشب بتشب للماء بتشب للضوء بتشب للماكله كان الضوء والماء صار يجوني 40 دينار 80 دينار 40 دينار تاع الماء و 40 دينار للضوء فما قعدت منها 184 دينار ما قعدت منها شيء فهمتني. في بالك فما زيادة جديدة متاع الماء؟ في بالي باه قالوا فما زيادة ولا هو أعلم. أنا سمعت هكا قالوا راه فما زيادة تاع الماء. فهمتني؟ هاي باهي كانت زيادة وين باش تمشي؟ قال لي 184 دينار شنو تعمل؟
فهمتي، وانا زوز ولادي، عندي ولاد الكبير فهمتي مريض بالكراوي فهمتي، واحد ما جيش والسوق قالوا لي 800,000 800,000 بابا مني بالجيب، انا باش نحيل الكراوي من هذا الحجر بالكراوي للزوز. الاخر فهمتني عنده صورته فيها مريضة، عنده سينيزي ما وصلش معناها، بالنسبة لي انا ما نوصلش خاطر 185 دينار وين باش تمشي؟ راه قول لي ترى اقسمها انت، ترى تمشي للماء، تمشي للضوء، تمشي للطفل الكبير فهمتني، واحد فهمتني بكلاويه، حتى قيدتهم انا في بلاصتي في البلد، ليل تو ما بعثولوش.